وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني نائب الأمير ورئيس مجلس الوزراء، قد قام بزيارة لمبنى إذاعة وتلفزيون قطر، حيث أذاع سموه في الساعة 9:30 من مساء يوم الأربعاء 11 من رجب عام 1391 هجرية، الموافق للأول من أيلول عام 1971 ميلادية من الإذاعة والتلفزيون، البيان التاريخي التالي الصادر عن حضرة صاحب السمو الشيخ أحمد بن علي آل ثاني أمير البلاد المفدى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المواطنون، تعلمون علم اليقين أن أمنية بلدنا الكبرى كانت أن يقوم اتحاد الإمارات العربية التسع، ولقد كانت هذه الأمنية ولا تزال تنبثق من إيماننا إيمانا وطيدا بأن ذلك الاتحاد التساعي هو أمثل وسائل التقدم والازدهار لأعضائه جميعا، وأفضل سبل توطيد أواصر الأخوة الوثيقة بينهم وبين باقي أجزاء وطننا العربي الكبير، وأقوى ضمانا لاستتباب الاستقرار الذي ننشده لمنطقتنا. وانطلاقا من هذا الإيمان، بدت قطر في سبيل إقامة اتحاد الإمارات العربية التسع بإعداد مشروع اتفاقية دبي التي قام بموجبها هذا الاتحاد، كما عدت بعد ذلك خطة عملية لتنفيذ هذه الاتفاقية تنفيذا صحيحا في أقصر وقت ممكن. وما فتئت قطر تعمل بكل ما توفر لها من قوة وصبر ومثابرة على تنفيذ هذه الخطة لإخراج الاتحاد التساعي إلى النور على ذات الأسس التقليدية السليمة التي تقوم عليها الاتحادات عامة، القديم منها والحديث، وبخاصة في مرحلته الأولى، حتى شاء الله سبحانه وتعالى أن يوفق الإمارات التسع بعد مناقشات دامت عامين كاملين إلى اتفاق إجماعي على الحلول الملائمة الكفيلة بتحقيق هذا الغرض السامي، والتي تضمنها الدستور المؤقت ليوفر للاتحاد في مرحلته الأولى باعتباره نواة للدستور الكامل الدائم الكامل نظاما للحكم يتفق كما يجب مع واقع المنطقة وحاجاتها وإمكاناتها الحقيقية. ولقد كان في الإمكان أن يقوم الاتحاد فعلا فور الوصول إلى ذلك الاتفاق على أساس ذلك الدستور المؤقت القابل للتعديل للأحسن في أي وقت بمقتضى ذات أحكامه، وتتحقق بذلك كبرى الأماني، غير أن بعض الإمارات الشقيقة فتحت باب المناقشة من جديد فيما سبق أن تم الاتفاق عليه، واستمرت المناقشات عاما ثالثا، الأمر الذي رأى معه مشكورا كلا من حضرة صاحب الجلالة الأخ الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وحضرة صاحب السمو الأخ الشيخ صباح السالم الصباح أمير دولة الكويت، ضرورة تأليف وفد سعودي كويتي مشترك للمعاونة على الوصول من جديد إلى اتفاق إجماعي يكفل قيام الاتحاد بالسرعة المنشودة على أسس سليمة يقبلها الجميع، على أن مساعي هذا الوفد الأخوي الكريم وجهوده الكبيرة المخلصة القيمة لم تؤدي إلى ذلك الاتفاق الإجماعي الضروري لقيام الاتحاد التساعي المرجو بسبب استمرار الخلاف بين الإمارات، وانقضت فترة رأت بعدها 6 إمارات شقيقة أن تتفق على إنشاء اتحاد بينها، ثم تلا ذلك إعلان استقلال البحرين الشقيق، الأمر الذي لم يترك إمام قطر إلا سبيل واحد ممكن هو أن تقرر انتهاج سبيل الاستقلال الذي أصبح الوسيلة الوحيدة لصيانة ودعم كيان بلدنا والاستمرار في بناء نهضتنا الشاملة في ظل حياة أفضل
يشرق علينا في كنفها مزيدا من القوة والعزة، ويتيه لنا شغل المكان اللائق بنا في الأسرة الدولية ومسايرة ركب التقدم والارتقاء، قياما بأوجب واجباتنا نحو أنفسنا ونحو منطقتنا ونحو أمتنا العربية التي نحن جزء لا يتجزأ منها. وطبيعي وقد جاء قرار انتهاج سبيل الاستقلال نتيجة للظروف السابقة إيضاحها أن لا نجد أنفسنا بحاجة إلى التأكيد أن مثل هذه الظروف التي نرجو زوال أسبابها لا يمكن أن تؤثر على إيماننا الوطيد في أن اتحادنا في هذه المنطقة ضرورة مصيرية تحتمها مصلحتنا العليا المشتركة وتقتضيها كل تلك الروابط العميقة الجذور التي تربط بعضنا بالبعض الآخر، والتي قل أن توجد بلاد في العالم تجمع بينها روابط تضاهيها قوة وشدة وأصالة. ولسوف تبقى قطر حاكما وحكومة وشعبا مؤيدة لمبدأ ذلك الاتحاد، عاملة على تحقيقه، متطلعة إلى ذلك اليوم الذي يضمها فيه إلى شقيقاتها، وتنفيذا لقرار إعلان استقلال بلدنا قررنا إنهاء العلاقات التعهدية الخاصة وجميع الاتفاقيات والالتزامات والتنظيمات المترتبة عليها المبرمة مع الحكومة البريطانية. وبذلك تصبح دولة قطر دولة مستقلة استقلالا تاما وذات سيادة كاملة، تمارس كل مسؤولياتها الدولية بنفسها وتتولى وحدها سلطانها الكامل في الخارج والداخل على السواء. وسنبدأ فورا باتخاذ الإجراءات اللازمة لانضمام دولتنا العربية الفتية إلى جامعة الدول العربية وإلى هيئة الأمم المتحدة. أيها الإخوة، لقد سعينا جاهدين سويا قبل استقلالنا التام لتحقيق نهضة شاملة في بلدنا العزيز، وخطونا في هذا السبيل خطوات واسعة كان لها أثرها الملموس في الارتقاء بمستوى مجتمعنا في كل النواحي. ولقد كان النظام الأساسي المؤقت للحكم عندنا الذي أصدرناه في 2 إبريل عام 1970 بين أهم الخطوات التي قمنا بها، حيث أرسل القواعد الرئيسية لنظام الحكم في دولتنا خلال فترة الانتقال. فنظم السلطات العامة فيها واختصاصات هذه السلطات وعلاقة بعضها بالبعض الآخر وحقوق المواطنين وواجباتهم إزاء هذه السلطات، كما أنه رسم المبادئ الجوهرية الموجهة لسياستنا الداخلية في كل من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكلها مبادئ تهدف إلى تطوير مجتمعنا تطويرا يكفل له اضطراد الازدهار والرفاهية في مختلف المجالات. هذا عن سياستنا الداخلية. وأما عن سياستنا في المجالين العربي والدولي فقد أرسى أسسها الجوهرية أيضا النظام الأساسي المؤقت للحكم في دولتنا. وإنه ليعنيني في هذه المناسبة السعيدة أن أؤكد تعهد دولة قطر بالالتزام بالأسس الآتية. أولا، دولة قطر دولة عربية مسلمة وشعبها جزء من الأمة العربية. ثانيا، تعمل الدولة بكل طاقاتها على تقوية الروابط بينها وبين جاراتها الشقيقة والصديقة، وعلى إنماء روح التعاون وتدعيم صلات حسن الجوار والتضامن معها في كل المجالات، كما تعمل على التعاون معها على المحافظة على السلام واستتباب الاستقرار في المنطقة. ثالثا، تؤمن الدولة بأخوة العرب جميعا وتسعى جاهدة لتوثيق عرى التآزر والترابط مع كل شقيقاتها الدول العربية،
وتساند بكل قواها الجهود المشتركة لتحقيق الوحدة العربية والكفاح في سبيل نصرة قضايا العرب، وفي مقدمتها أرض فلسطين المقتصبة وقضية الأراضي العربية المحتلة، وهما قضية كل عربي. وتؤيد الدولة تأييدا مطلقا حق شعب فلسطين العربي في استرجاع وطنه المغتصب، كما تؤيد تأييدا مطلقا دول المواجهة العربية في نضالها لاستعادة أقاليمها المحتلة. رابعا، تهدف السياسة الخارجية للدولة إلى توثيق عرى الصداقة مع جميع دول والشعوب المحبة للسلام على أساس من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. خامسا، تؤيد الدولة تأييدا تاما جامعة الدول العربية والأهداف العليا التي يرمي ميثاقها إلى تحقيقها، وتلتزم بأحكام هذا الميثاق. سادسا، تقبل الدولة الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وتعتنق مبادئ هذا الميثاق التي تهدف إلى تدعيم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإنماء التعاون الدولي لخير البشرية وإشاعة السلام والأمن في أرجاء العالم، والتزام الدول بفض خلافاتها بالطرق السلمية وإقامة علاقاتها فيما بينها على أساس العدالة والمساواة في ظل أحكام القانون الدولي. أيها الأخوة المواطنون، في هذه المرحلة الجديدة من مراحل حياتنا يقتضينا الواجب أن نعمل معا في ظل المبادئ والالتزامات التي أشرت إليها على تحقيق ما نصبو إليه سويا من توفير كل أسباب الرفاه لشعبنا والرقي لمجتمعنا، وضمان كل عوامل تمكين دولتنا من أن تكون وقد احتلت مركزها الطبيعي في الأسرة العربية خاصة والأسرة الدولية عامة، دولة خير وعون وسلام لنفسها ولأمتنا العربية والإنسانية جمعا. وإني لعلى يقين من أننا بإذن الله فاعلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وقد صدرت عن صاحب السمو أمير البلاد المفدى في يوم الجمعة 3 أيلول 1971 أربعة مراسيم بإطلاق اسم دولة قطر على الدولة المستقلة، وإبدال لقب الحاكم بالأمير ولقب نائب الحاكم بنائب الأمير ورئيس الوزراء، واعتبار 3 أيلول في كل عام عطلة رسمية بمناسبة إعلان الاستقلال.